ترأس صباح اليوم الأمين العام لوزارة الصحة العامة الدكتور حامد جبر ترأس الاجتماع حول دراسة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة مرض الملاريا، كان ذلك بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية لدى البلاد. تقرير عائشة أحمد دوقي. ما زالت هناك جهود تبذل من أجل القضاء على مرض الملاريا في كافة الأراضي الوطنية، بحيث أن لوزارة الصحة العامة وشركائها خطوط عريضة رسمت لهذا الغرض، وخير دليل على ذلك هذا اليوم الذي خصص لإعادة النظر حول مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض الملاريا، وذلك في الفترة من عام 2014-2018. الكلمة الأولى كانت للمنسق الوطني لبرنامج مكافحة الملاريا الذي أشار بأن مرض الملاريا يعد من الأمراض الخطيرة والتي تفتك بحياة الأشخاص بصورة كبيرة، ومحاربتها أمر في غاية الأهمية. وبعد ذلك فقد أرد التقرير النهائي الذي أعده الخبراء والفنيين العاملين بمجال الصحة، وتضمنت العديد من الخطط والوسائل التي من شأنها يتم القضاء على هذا المرض. ممثل منظمة الصحة العالمية قال بأن منظمته تعمل إلى جانب الحكومة لتقليل نسبة الوفيات جراء الإصابة بمرض الملاريا، مشجعا مبادرات الحكومة وقيامها بحملات التطعيم وتوفير الأدوية المجانية للمرضى. من ناحيته الأمين العام لوزارة الصحة العامة ممثلا لوزيرة الصحة تحدث عن الهدف من هذا اليوم. الملاريا مشكلة كبيرة، مشكلة صحة، مشكلة وفاة، وبعدين مشكلة اقتصادية. زي ما تعرفوا بلدنا تشاد، حكومة تشاد ورئيس الدولة أدانا الإمكانيات عشان نشتروا سنجة أدوية ونجيبوها مجانا. اختتمت المناسبة بتوقيع المستندات باعتماد التقرير النهائي من قبل الأمين العام للوزارة وممثل منظمة الصحة العالمية.